طيب احنا وصلنا ل cell growth in continuous cultivation. في عندنا الباتش ماشي، وفي عندنا البلاد فلو which is continuous، نقدر نعتبره زي الباتش تمام، لو completely still تمام. الآن يجي على الكونتينيوس اللي هو خلينا نقول المور كومبليكيتد كيس. طيب هلا لاحظوا احنا في الكونتينيوس كلتشر بالنسبه لنا مختلفه تماما عن الكونتينيوس اكثر المتعارف عليه بالنسبه لنا ككيميكال انجينيرز، لانه هون طبعا بالاضافه للبرودكت فورميشن في عندنا ايش كمان؟ في جروث، فعندنا سايمالتينيوس احنا بكون في عندنا برودكت فورميشن بكون جروث وبكون ديث كمان، ممكن يكون ديث للسيل كلتشر. وبالتالي الموضوع عليه تلبت مور كومبليكيتد ذان تراديشنال او يكون كونفشنال كونتينيوس ريأكتور، وراح نحتاج نعمل مور ذان ون ماس بالانس تمام او مور ذان ون تايم. إذن إيش فكرة الـ continuous reactor بالنسبة للـ fermentation أو الـ biochemical engineering؟ Fresh nutrients medium is continually supplied to a well-stirred culture and products and cells are simultaneously withdrawn. لاحظوا في عندنا feed اللي هو يمثل الـ substrate تمام؟ اللي هي احنا بنسميها nutrient medium. لما نقول fresh nutrient medium so we are supplying a feed ماشي، اما بشكل continuous يا جماعه او بشكل متقطع، لانه في عندنا كمان شيء اسمه الفيد باتش، فيد باتش او semi continuous تمام. طبعا هو مش ذا سيم بس راح نحكي عن الفيد باتش احنا ليتر تمام. وبالتالي اما بنضيف nutrients او الميديوم بشكل continuous أو بشكل متقطع، لكن إحنا بالباتش كان عندنا one time، عشان هيك بدينا وبدينا بإس بعدين تابعناها للنهاية. هون لا، الإس will be fed continuously or semi continuously. بنفس الوقت راح يكون في عندنا product و cell which are simultaneously withdrawn. إيش يعني simultaneously withdrawn؟ يعني بنفس الوقت اللي احنا بنعمل فيدنج بنعمل فيه ايش؟ بنعمل ديسشارج اما للسيلز اللي هو الجروث بارت او للبرودكت فورم. طيب at steady state concentrations of cells, products and substrate are constant. يعني ما في عندنا accumulation with time. The time term is zero. واضح؟ طبعا احنا راح ندرس فقط الستيدي ستيت فيرمنتر ماشي، لانه الان الستيدي ستيت ما راح نقدر في الوقت الحالي نتعامل معه من ناحيه ماثماتيكال تمام. فبالتالي راح يكون دراستنا هون او تركيزنا على الستيدي ستيت فيرمنتر، يعني عشان التبسيط. وبنفس الوقت احنا بيست اون ذا اسامبشن اللي حكينا عنها، الاسامبشنز يا جماعه حكت انه بيوصل للكويك اكوليبريم فاست اكوليبريم تمام. وبالتالي الاسامبشن اوف steady state is very reasonable. طيب in batch culture the culture environment changes continuously تمام. Growth, product formation and substrate utilization terminate after a certain time interval. اذا هذا بالباتش ماشي، اذا احنا بنبدا بسبستريت، السبستريت بصير لها diminishing ماشي، الجروث بزيد بعدين بوقف زي ما شفتوا بالكيرف هذا كتب على الجروث. والبرودكت فورميشن ممكن يصير عندنا برودكت فورميشن زي ما حكينا، ممكن ما يكون في برودكت فورميشن، بس اذا صار البرودكت فورميشن كمان بكون فاينايت، يعني عند وقت معين بينتهي بيوقف ماشي. وقلنا البرودكت فورميشن ممكن يكون جروث اسوسييتد مع الجروث، ممكن يكون نون جروث اسوسييتد، يعني ما لهوش علاقه، بجوز بعد ما نخلص الماكروبيال جروث بنصل ل البلاتو ماشي او الهوريزونتال كيرف يبلش هذا البرودكت فورميشن ماشي. هو مش دائما الجروث والبرودكت بيكونوا ات ذا سيم تايم او مرتبطين مع بعض خلينا نقول تمام. طبعا الكونتينيوس فيرمنتر شكله بيكون
الطريقة هاي اللي شايفينها مرة ثانية مختلفة شوي عن الرياكتر كونتينيوس رياكتر اللي بنعرفه، لأنه في عندنا هون احنا نتحدث عن living microorganism conditions. لاحظوا هون الخطوة الأولى لو طلعنا هون على اليسار في عندنا اللي هي الميديا أو النيوتريانس، ولاحظوا هاي بدها sterilization. موضوع sterilization جدا مهم، والمقصود بالsterilization هو التعقيم، بحيث أنه أنا ما يدخل عندي على الرياكتور أي شيء الميديوم اللي أنا بدي إياه، الميديوم اللي أنا بدي إياه اللي هو السيل كلتشر اللي بدي إياها، حمير مثلا لاكتوباسيلس أي شيء بده يكون لحاله، وبالتالي مشان أضمن أنه يكون لحاله يشتغل بالطريقة اللي أنا هوبين لازم يكون everything else is sterilized، حتى الهواء. لاحظوا الهواء اللي بده يدخل هذا في فلتريشن، تمام؟ والفلتريشن الهدف اللي لازم له أفضل مع فورين مايكروبس فورين ماتيريالز وفانكس وشكاثرين، أما بنعمل sterilization أو بنعمل له فلتريشن على فلتر يضمن لي إنه يستثني كل مايكرو أورجانيزمز، تمام؟ فالهواء بده يكون الفلتر بمعنى معقم نقي، يعني أكسجين ونيتروجين، وإذا في ثاني أكسيد الكربون بكميات قليلة، بس بده يكون هواء لحاله. والسترلايزد ميديا سترلايزد عفوا ميديوم نيوتريانس اللي هو مخزن النيوتريانس اللي بده يدخل. طبعا هاي هون في عندنا بامس ومضخات والى اخره، اللي هون في المضخه الرئيسيه اللي بدها تغذي الفيرمنتر. لاحظوا هون احنا ندخل من الجهه هاي هون بندخل الفيد، تمام؟ وبعدين في عندنا راح يكون مور ذان ون كنترولر. في عندنا اول شيء اير اكزيت هون زي الاسبيريتر، عشان اذا صار في عندنا جاز برودكشن داخل الرياكتور يقدر يطلع، سواء كان هواء او ثاني اكسيد الكربون او اي غاز ثاني حسب ايش اللي عندنا. وبعدين في عندنا بي اس كنترولر اسيد ريزرفوار مشان يحدد لنا، او طبعا ممكن يكون اسيد وبيس، تمام؟ عشان اقدر احكم انا بالبي اس ما بدي، تمام؟ ففي عمليه سنسر عشان احسن قديش البي اس، بس هون يكون مربوط مع ميكانيزم اكتويتر اللي هو بده يكون تفيد acid or base. طبعا نفس الكلام بنطبق على درجه الحراره عندنا هون، بالتالي بدي اتحكم درجه الحراره مشان اصل للاوبتيمال تمبريتشر، تمام؟ كل شيء بده يكون معقم داخل الرياكتور الجماعي، ما بدينا بالستيرايل كونديشنز ولا يمكن يطلع معنا شيء. We can't predict anything. وهاي خصوصيه لمين؟ للفيرمنتر. خصوصية للفيرمنتر. طبعا احنا بالفيرمنتيشن بنعرف تعرفوا ما بنقدر نشتغل على درجة حرارة عالية كثير، بحد اقصى 50 اذا كانت ثيرموفيليك ميديا درجة حرارة 50 لحد اقصى. الرياكتور الكيميكال رياكتور ممكن اشتغل انا على 500 على 1000 ما بدي عشان احسن الرياكشن، ولكن احنا بالفيرمنتر احنا محكومين بالتمبريتشر اللي بتقدر تتحملها اللي هي كلتشر، ومعظم الكلتشرز قلنا بتكون بالميزوفيليك رينج اللي هي 20 30، يعني هاي الرينج اللي احنا بنحكي عنه. ممكن نحتاج هيتنج شوي بالايام البرد، نحتاج هيتنج بالايام الحاره بدنا كولينج، وبالتالي الجاكيت بده يعمل بوث، تمام؟ الان من الجهه الثانيه بيطلع عندنا هون اللي هو في بده يكون فتحه او اكزيت، خلينا نقول السامبلينج. انا اخذ سامبل يعني كيف بدي اخذ concentration of cells أو nutrients اللي هي substrate أو product with time. بده يكون في عندي هون زي بال، تمام؟ والبال بده يكون طبعا مربوط بمضخة صغيرة عشان تعطيني samples، أخذ samples. يعني ما بقدر أنا على الفيرمنتر أفتحه وأطلع سامبل، ما بزبط هذا الحكي لأنه خلينا بشرط ال sterilization. فبده يكون كله أوتوماتيك in one way. يعني اذا صار اي فتحه على الفيرمنت بده يدخل البوليوتنت من الهواء وراح يخرب كل شيء عندنا، تمام؟ طبعا هذا هون الاكسجين، مصدر الاكسجين جاي من
لو الكومبريست اير على المين رياكتور. طبعا في مصدرين للهواء، في مصدر هون للميديا ماشي، وفي مصدر ثاني يعني ميديا ممكن تحتاج صمغه، وفي عندنا الهواء اللي بده يدخل على الرياكتور اللي هو بيجي من كومبريسر. كومبريسر له عباره عن كومبريسر زي الكومبريسر تبعت الهواء ماشي، عشان يعطينا كميات الهواء اللي بنحتاجها. فطبعا هون احنا عاده بنستخدم شيء اللي هو بكون نانشافت استرار زي الماجنت استرار، والهدف مره ثانيه انه الشافت استرار اللي هو العاده المروحه العاديه بكون في عندنا كليرانس بين الشافت والفتحه تبعت البنسيل ينزل منها ايش؟ بوليوتنتس. فدائما احنا بالفيرمنترز بنحاول قدر الامكان اذا كان ممكن نستخدم شيء اللي هو ميكانيكال اللي هو زي الماجنتيك استرار او شيء مشابه له ماشي، بهدف ان نمنع الكونتامينيشن. فلاحظوا الفيرمنتر الديزاين تبعه ليتل بيت مور كومبليكيتد من الكيميكال كيميكال رياكتور الاعتيادي. طيب هلا الايديال كيموستات اللي هو كونتينيوس افلو ستيرد تانك رياكتور. طبعا كونتينيوس افلو بتعرفوا ايش معناها، في شيء داخل وفي شيء طالع على طول ماشي. وستيرد بده يكون ستيرد مشان قلنا ما يصير في عندنا لوكال فاريشن كونسنتريشنز لكل الانجريدينتس والكومبوننتس اللي داخل الرياكتور، يعني يكون تركيز السن او البرودكت او السيل او البرودكت او السبستريت باي مكان ات اني تايم يكون ايش؟ ذا سيم. تمام؟ وهذا ما بقدر اضمنه الا بالجود ستيرنج. هاي معنى ستيرد تانك رياكتور. تمام؟ طبعا مش بس ما بنحكيش احنا فقط عن الفيزيكال كومبوننتس، درجه الحراره بدها تكون كمان موزعة بانتظام، الأسيديتي بدها تكون موزعة بانتظام. شو في عندنا كمان؟ أي بارامتر بهمنا الدنسيتي، أي بارامتر داخل الرياكتور بده يكون إيش؟ كونسيستنت. ودون الجود ستيرنج هذا الإشي ما بصير. هلا انتبهوا هون كمان بختلف عن الستيرنج الاعتيادي، لأنه كمان أنا بتعامل مع سيلز اللي هي بتكون فيري سنسيتيف. يعني الخلاط اللي عندي بالبيت مثلا اللي هو بيعمل كوكتيل ما بنفع هون لانه راح يبزع الخلايا وبالتالي خلاص يقضي عليها من اول لفه تمام. عشان هيك يفضل النون ميكانيكال. طبعا هو هون راس الميكانيكال بس عاده بنستخدم النون ميكانيكال الا اذا ما كان كافي، لانه احيانا الماجنتيك استرار ما بتكفي لرياكتور كبير، فبنضطر نعمل استرار بس بنحطه كلياته داخل، يعني ما بنخلي شيء منه طالع برا الرياكتور، بس انه probably الباور سبلاي او شيء زي كذا عشان نتاكد انه. طيب اذا هلا في عندنا فيد ستريم، في عندنا اوتلت ستريم، نحن وي كونتينيولي اد ال يعني الكتاب بجوز ما تبين كثير عندكم. So I'm doing my best يعني كبر شوية. أحسن إشي يعني ممكن نظبطه. طيب إذا لاحظوا بالفيد إيش في عندنا؟ في عندنا الـ F اللي هي الـ flow in عادة بتكون وحداتها بالليتر بير مينت مثلا أو بير أور حسب الـ situation، فهي volume بير تايم. عندنا الـ S not اللي هي الـ initial substrate concentration ماشي، هاي بتكون ماكسيمم الاس نوت بتكون على شيء هون. وبعدين في عندنا الاكس نوت اللي هي الانيشال كلتشر كونسنتريشن. تمام؟ الان راح نفرضها صفر، طبعا هي ما بتكون صفر لان مستحيل تكون صفر، لان السيد كلتشر قبل ما نبدا الفيرمنتيشن بده يكون عندنا سيد كلتشر، لكن كميتها بتكون ايش؟ قليله. يعني بنعتمد انه يصير في عندنا دبل برودكت فورميشن، يصير في عندنا مايكروبيال جروث، بالتالي تزيد كميه السيل كلتشر. البرودكت منطقيا اللي داخل بده يكون صفر، بالعاده احنا ما فيش عندنا برودكت بالانلت ستريم. تمام؟ الان لاحظوا اول ما يدخل هاي الثلاثه بارامترز الاس نوت او الاس خلينا نقول ان جنرال والاكس والبي،
اول ما يدخل على الرياكتور قلنا بصيروا يساوي الكونسنتريشن تبعت الاكزيت تمام او الاوتلت. وهذا الاسامشن مفهوم انه احنا نفترض انه البروبرتيز داخل الرياكتور هي نفسها البروبرتيز بالاكزيت ستريم او بالاوتلت ستريم. And this is an assumption which applies to any reactor. Will stirred reactor, طبعا. وطبعا ما بدنا ننسى انه في هون هواء كمان اكسجين. ماشي. الاكسجين sometimes احنا we add it by sparging. Sparging اللي هو البابلز. واضح؟ يعني فقاعات الهواء. ماشي. اللي هي تعمل لنا شغلتين بالاضافه ل هنا بتضيف الاكسجين كمان باخذه بتعمل زي البويلنج فبتعمل added زي ميكسينج بيتر ميكسينج تمام. فبنسميها السبارجنج الغاز سبارجنج. طبعا احنا مش دائما عندنا اكسجين بجوز بدنا نضيف ثاني اكسيد الكربون او بدناش نضيف اكسجين اصلا حسب الكيس اللي عندنا تمام. طيب هلا الليكويد فوليوم يساوي الوركينج فوليوم. ايش الفرق بين الليكويد فوليوم والوركينج فوليوم يا جماعه بالرياكتور؟ في فرق بين الليكويد فوليوم والوركينج فوليوم ولا هما نفس الشيء؟ يحكوا في عندنا ليكويد فوليوم وفي وركينج فوليوم، في فرق بيناتهم ولا ما فيش فرق؟ امتى بكونوا نفسهم وامتى بكونوا مختلفات ولا هما نفسهم؟ يعني قرروا ما هو يا اما نفسهم يا اما مختلفات. تحكوا شيء مختلفات ولا نفسهم؟ ها؟ ارفع صوتك. مختلفات صح. هون احنا مفترضينهم زي بعضهم، ايش معناه؟ لانه مش ملان، هذا الرياكتور مش ملان صح؟ بس انا هون مفترض انه الليكويد فوليوم اللي هو نفسه الوركينج فوليوم، احنا عادة ما نعبيهوش بالاخير. ما نخلي مجال مشان يصير ميكسينج، مشان يصير ماس ترانسفير تمام؟ وايش بده مثلا نضيف ننزل نسحب. وبالتالي بنخلي دائما شيء اسمه الهيد سبيس ماشي اون ذا توب اوف ذا رياكتور. هاي المنطقه بنسميها الهيد سبيس. بس انا مشان لانه هذا بالعاده الليكويد فوليوم بكون فاريبل، الوركينج فوليوم اللي هو عاده بكون نفسه الفوليوم تبع الرياكتور. فانا مشان لبس هذا ما يصير عندي بفترض انه الوركينج فوليوم هو الليكويد فوليوم، وبالتالي اللي عندي موجود الليكويد فوليوم اللي هو نفس الرياكتور. طيب فهاي الرسمه keep it in mind لانه راح نرجع لها later. طبعا زي ما قلنا في عندنا control elements خاصه البي اتش dissolved oxygen بيهمنا قديش كميه الاكسجين بقدر ما بيهمنا قديش الاكسجين زاد، لانه البكتيريا او السيل كلتشر ما راح تستفيد من الاكسجين الا اذا كان soluble. ماشي فحكينا عنها هاي اي هوب انه تكون واضحه. التمبريتشر طبعا مهم جدا الكنترول على التمبريتشر، لانه اي كلتشر قلنا فيه لها اوبتيمال تمبريتشر يعني فيه لها رينج. لما نحكي احنا مثلا عن الخميره، الخميره من 25 ل 35 اوكي ما عندها مشكله، بس وين الماكسيمم جروث والماكسيمم برودكشن او الاوبتيمال خلينا نقول بين ال 30 و 32. فبالتالي انا في لكل كلتشر ميديا في درجه حراره مثاليه بدي احاول احافظ عليها، وهي ما بتزبط الا اذا كان عندنا تمبريتشر كنترولر زي الثيرموستات. يعني الثيرموستات احنا بنحدد درجه الحراره بناء عليه سواء كان ديجيتال او ميكانيكال. طيب فريش ستيرايل ميديوم از فيد تو ذا كومبليتلي ميكست اند ايريتد اف ريكوايرد رياكتور سسبنشن از ريموف ات ذا سيم ريت. هلا لاحظوا ليش احنا بنقول ات ذا سيم ريت؟ مشان ايش؟ لما نقول الفيدنج والويذدرول ار ذا سيم، الفيدنج اللي هو الانبوت والويذدرول اللي هو الاوتبوت. ليش بنقول ذا سيم؟ ليش لازم يكونوا ذا سيم ريت؟ لانه حسب الاسامبشن اللي حطيناه قبل شويه قلنا ايش؟ الاوبريشن ستيدي ولا ان ستيدي؟ ستيدي ستيت. ايش معنى ستيدي ستيت؟ معناه انه الميديوم اللي بدخله يساوي اللي بيطلع ماشي؟ عشان هيك لازم دائما يظلوا ذا سيم ريت.
طبعا كيف هاي بتحكم فيها أنا بالمناسبة؟ ميديا وبم بتطلع السسبنشن بدهم يشتغلوا اثنين على السيم ريت ماشي باي جرافيتي ما راح يزبط ما راح يطلع عندنا ستيدي ستيت لازم يكون عندنا فورست فلو تمام وهي بتكون عن طريق مضختين يمشوا على نفس الريت او يعطونا نفس الريت اللي بدخل يساوي اللي بيطلع مشان نحافظ على الفوليوم طيب so liquid volume in the reactor is kept constant واضح هلا بناء على اللي حكيناه بدنا نحط ماس بالانس طبعا الماس بالانس بهمنا لثلاث شغلات اللي هم سيل جروث سبستريت والبرودكت تمام سيل جروث سبستريت والبرودكت فخلينا نعمل ماتيريال بالانس او ماس بالانس اللي هو عادة بكون الماتيريال بالانس يا جماعة قلنا إما بكون ماس بالانس أو مول بالانس في غير هذول الاثنين طبعا ممكن يكون يعني كومبليت على الرياكتور ممكن يكون كومبوننت نسميه طبعا تعرفوا فوليوم بالانس ما في شيء اسمه فوليوم بالانس في عندنا ماس بالانس في عندنا مول بالانس ايش اللي بحدد انه ماس ولا مول حسب انا مع ايش بتعامل هون الوحدات اللي بتعامل معها بالجرام فبالتالي منطقيا بده يكون ايش؟ ماس. بالرغم من انه الجروث بصير جينا اخذنا معادله الجروث للسيل كلتشر تكون مبنيه على المولر بالانس اللي هي ستويكيومتري. لكن احنا بنحولها لماس عن طريق الموليكيولر ويت. فبالتالي هون ما راح نتعامل مع اي شيء له علاقه بالمولات، راح نتعامل مع الماس فقط. Which is, I think, easier to deal with. طيب. Material balance of the cell and substrate concentration around the chemostat will yield the following. إذا بدنا نعمل mass balance for both. طبعا البرودكت بدي أخره لأنه البرودكت عادة بيجي a second stage فبدي أبدأ هنا بال cell mass أو growth balance مع substrate balance. ماشي؟ طيب اذا هلا اللي داخل عندنا الفلوريت اف في الاكس نوت اللي هي قلنا ايش وحدات الاكس نوت كونسنتريشن يعني بدها تكون مثلا جرام بير لتر وبالتالي الاف بده يكون لتر بير مينت مثلا فبيطلع عندنا ايش لتر بير مينت مضروب في ماس او جرام بير لتر فبتطلع الوحده التوتال ايش جرام بير سكند بالتالي هاي اسمها ايش ماس فلو ماينس اف اكس اللي هو اللي طالع تمام بلس هلا احنا ايش بصير عندنا لو بدنا نفكر في كرياكشن بدنا نفكر في كرياكشن السيل جروث هو جنريشن ولا كونسمشن يعني احنا مش بصير في عندنا جنريشن للسيل اللي هو السيل جروث للان بدي احطهم معادله الماس بالانس ك بدي احطه ك consumption تمام ولا generation which makes more sense شو رايكم؟ انه هذا بحدد اشارته ترى positive ولا negative اذا كان احنا بنحكي عن generation لنيو سبيشيز بصير اسمه ايش؟ اسمه generation تمام هلا احنا السيل ماس بصير لها generation ولا بصير لها consumption؟ جنريشن عشان هيك في اشاره بلس هنا في ار في ميو جي في اكس هلا نفهم كيف اجت الفي ار في ميو جي في اكس كيف هاي بدها تصير جرام بير سكند وحدات الفي ار ايش؟ لتر ميو جي ايش وحداتها؟ ها خلينا نقول واحد على منت اذا كنا احنا بنحكي عن التايم ميو جي دائما واحد على التايم يا جماعه انتبهوا علي تمام فالان لتر على سكند مضروبه في اكس ايش وحدات الاكس؟ جرام بير لتر مش هيك؟ فراح تصفي عندنا توتال وحدات جرام بير لتر ماشي؟ جرام بير سكند
جرام بير مينيت جرام بير مينيت تمام او ماس بير تايم. طيب الان الترم اللي بعده هذا في ار في كي دي في كي اكس ماشي. هلا احنا خلصنا الجروث مش هيك؟ هلا ايش هذا البي ار في كي دي في اكس يمثل ايش؟ الحد الثالث او الرابع الرابع ايش بيمثل؟ شايفينه اللي ورا هناك انتم؟ احنا بالمعادله الاولى يا جماعه وصلنا للحد الرابع اللي هو في ماينس في ار في كي دي في اكس. ايش هذا الحد يمثل؟ مر عليك والله ما انتم معي والله ما انتم معي. ايش الكي دي؟ نعم تحبوش البونص ايش الكي دي؟ قربتي قربتي denaturation كلنا بالانزيمز. هلا بالنسبه للسل الميكروبيال جروث ايش سميناها الكي دي؟ يعني دي هاي اختصار لايش؟ دو ات والله ما انتم معي ضل معكم خمس ثواني بحكيها بعديها. دوري يا هديل دوري دوري بالسلايد. ايش هي؟ ديسوسيشن كونستنت ديسوسيشن هذا بالمحاليل يا هديل. ها سمعوني خلاص اول شيء راح عليكم البونص كي دي اللي هي ديث كونستنت. لا لا بديش اعطيكم بونص مش فاهمين ولا شيء. كي دي اللي هي ديث كونستنت. هلا انتم منطقيا الترم رقم ثلاثه جروث مش في ديث كمان قلنا بده يكون ات ذا سيم تايم فبنطرح للديث. هاي ميو جي اللي هي الجروث كوفيشنت النت جروث كوفيشنت ميو جي. ايوه ضلكم قاعدين بس قاعدين بحد بعض مخالفين مشان الكورونا اللي قاعدين بحد بعض وظلكم وزعوا ابتسامات وسولفوا انتم حرين انتم مخالفين لان قاعدين بحد بعض فاهمين علي تمام وظلكم وزعوا ابتسامات. الفي ار في كي دي في اكس هي تمثل الماس الفلوريت الخلايا البصير الهدف. فبدنا نفهم يا جماعه احنا الماس بالانس اذا ما فهمنا ما بنعرف كيف بدنا نشتغل عليه تمام. وضحت هاي ليش ماينس؟ لانه دث. اللي قبليها لاحظوا الفرق بس فقط بيناتهم اللي هو النيو جي والكي دي واحد جروث وواحد دث واحد كانت بوزيتيف وواحد نيجاتيف. هاي الان صار كونسمبشن لانه اساسا هاي الخلايا صار لها دث ما دخلت عندنا صار لها جروث وبنفس الوقت صار لها دث تمام. طيب هلا طبعا انتم ممكن على فكره هذول التيرم رقم ثلاثة وأربعة تختصروهم بميونت. إذا عندكم يونت ما بتحتاجوا بتحتاجوا تيرم واحد بتكتبوا في ار في ميونت في اكس لأنه الميونت هو باي ديفينيشن يساوي ميو جي ماينس ميو دي أو كي دي اللي هي نفس كي دي. طيب يساوي في ار في دي اكس باي دي تي اللي هو الأكيوميليشن ريت. الأكيوميليشن ريت اللي هو تاخذوا الفي وحداتها لتر الاكس وحداتها جرام بير لتر على تي جرام بير لتر تايم. فاللتر تحت تختصر مع الفي ار نفس الوحده اللي هي جرام بير سكند. انتبهوا لا موضوع اليونت يا جماعه هون والله الماتيريال بالانس كثير بخربط يعني بحكي لكم. فاحسن طريقه تتاكدوا انه ما فيش عندكم تيرم زياده او واحد فوق واحد تحت مشان الخربطه شيكوا على اليونت ماشي. طيب شو مالكم تفلوا قديش الساعه صارت؟ اسف اخرناكم دقيقه حكوا علي ماشي. بنوقف فون نكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.
اسفين على التأخير يا جماعة. شوف احكي لك شيء ما فيش.